طب يا جماعة، طالما الدنيا بسيطة ولا المدرب عايز يبقى موجود في النادي والنادي عايز المدرب يبقى موجود، ليه ما بيتمش الإعلان؟ تمام، فعايزين نطمن الناس بالجزئية دي شوية. إيه آخر الكواليس وآخر المعلومات اللي عندك بخصوص ملف مستر هو فايلر وتجديد عقده؟ يعني فايلر يعني مبدئيا الموسم اللي هو شغال فيه لم ينتهي بعد. حلو. يعني الموسم اللي شغال فيه احنا عندنا تقريبا النص الثاني من الدوري تقريبا اغلبه ما زال موجود، ولسه عندك دوري الابطال في نصف النهائي ان شاء الله تتجاوزه، والنهائي وعندك بطوله. فالراجل لسه شغال، واحنا كمان دلوقتي واقفين مش عارفين هنبدا امتى. كويس. فالامور كلها وفايلر مستمر معاك، مش هيسيبك غير لما عقده يخلص. طبعا. واللعيبه اللي معاك كلها مش هتمشي غير لما عقد يخلص. يعني حتى على الفيفا مستوى الدولي هيتم تمديد ده لغايه ما الموسم ينتهي، ايا كان وقت انتهاء الموسم، في يوليو، في اغسطس، في سبتمبر، كل الامور ماشيه. فلما العجله وانا لسه قدامي 5 6 شهور والدنيا ما فيهاش حاجه؟ ثم هناك اتفاق زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقه ان هناك اتفاق بين اداره النادي الاهلي وبين فايلر، اتفاق من جانب اداره النادي الاهلي على ان هذا الرجل يعني حقق الاهداف المطلوبه للنادي الاهلي حتى الان. كويس. فريق جيد، فريق قوي، فريق منظم، له شخصيه، حقق نتائج، متصدر الدوري، نصف نهائي دوري الابطال، الامور ماشيه بشكل قوي وشكل مميز، ما عندوش اي مشكله خالص يعني في الموضوع. لجنه التخطيط مقتنعه بيه، مقتنعه بقدراته، مقتنعه بامكانياته، عندها رؤيه ليه ان هو قادر على تطوير اداء الفريق. فده النادي الاهلي مقتنع ان فايلر يستمر. من ناحيه فايلر وسمعنا ده علشان ما حدش يقول ان حد بيتكلم، لا ده فايلر حتى لما طلع في الحوار الوحيد اكد على انه هو متمسك باداره النادي الاهلي، متمسك بالعمل في الاهلي، وانه لديه رغبه شديده وملحه على الاستكمال في النادي الاهلي. فهو يعني على الاقل، بص يا امير، على الاقل من غير اي كلام هو مكمل للموسم ده والموسم اللي بعده، يعني يعني الموسم كمان الموسم اللي جاي ان شاء الله. لكن التفكير الان في تمديد عقده لمده موسمين اخرين. وتقريبا هناك شبه اتفاق على هذه الامور، لكن اما النادي الاهلي لا يعلن على شيء الا اذا تم معاك عقد رسمي اهو، خلص البتاع. عندما يتفق الاهلي وفايلر ويتوقع العقود، وهذه يعني مساله وقتيه، اعتقد ان الامور، لكن انا اعتقد ان فايلر يستحق ان يستمر. يستحق ان يستمر، وان اداره الاهلي لن تفرط فيه بسهوله يعني على الاطلاق، يعني لان الراجل محقق الاهداف، فانت ماذا تريد من المدرب محقق لك الاهداف يعني؟ والناس كلها معترفه بهذا، وكل خبراء الكره اشادوا بكده. الناس مجمعه يعني كمان على شخصيته ان هي مناسبه للنادي. يعني مرينا بكام مدرب كده الفتره اللي فاتت يعني ما اثروش بشكل كبير، لكن في نفس الوقت لقينا الشخصيه اللي احنا بنتمناها اللي تناسب شخصيه النادي الاهلي في العقليه وكل شيء. ده صحيح. راجل يعني في قناعه تامه عند المسؤولين. لا لا، ما انا بقول لك عشان الاسباب اللي احنا اللي انت بتقولها دي، الاسباب اللي انت بتقولها وكل الاسباب اللي احنا قلناها والاسباب اللي طرحتها لجنه التخطيط بالنادي الاهلي وكابتن الخطيب ومجلس الاداره، كل ده بيؤكد ان هذا الراجل متناسب مع الاهلي. ان انا قلت لك ان فايلر والاهلي متفقين على التعاون معا مستقبلا. فالامور يعني تكاد يعني شبه منتهيه، يعني ما زال فقط ينقصها فقط العقود الرسميه اللي توقع ان شاء الله. واعتقد ده ان مش ممكن هيحصل في اي حته الا بعد انتهاء جائحه كورونا. يعني مفيش اي حد في العالم بيعمل اي حاجه ولا بيعمل اي عقودات الا بعد. بس في ناس بترتب امورها. لا، ترتيب يتبقى بس الحسم. بالظبط، يعني ترتيب، كله ترتيبات يعني، لكن في النهايه يبقى الحسم بعد انتهاء هذه الازمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله والامور ماشيه في اتجاه ايجابي جيد جدا. برضو من ضمن الافراد او اللاعبين اللي بيتم الحديث عنهم مؤخرا بشكل مستمر في الحقيقه هو اللاعب رمضان صبحي، لاعب النادي الاهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي. ناس كتير بتتكلم بخصوص ان اللاعب هيجدد، هيكمل مع النادي الاهلي ولا هيرجع اوروبا. اللاعب نفسه كان ليه بعض التصريحات، لكن في نفس الوقت لسه تقييم الوضع او اتخاذ القرارات النهائيه ما تمش، سواء من قبل اللاعب او من قبل النادي. الجديد في الملف ده استاذ اوسي، وانا عايز استغل يعني تواجدك معانا النهارده. رمضان صبحي قيمه فنيه كبيره جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج رمضان صبحي بشكل كبير جدا. النادي الاهلي يتمنى ان رمضان صبحي يستمر، جمهور النادي الاهلي يتمنى ان رمضان صبحي يستمر، فريق النادي الاهلي لاعب مهم بحاجه الى لاعب في اهميه وقيمه وقدر رمضان صبحي يعني. واعتقد ان هو بيبقى اضافه كبيره جدا في الاوقات اللي بيبقى موجود فيها يعني. فبالطبع النادي الاهلي مؤكد بيسعى للاحتفاظ برمضان صبحي، عنده رغبه، ومستر فايلر بيسعى الى هذا وبيؤكد هذا يعني. وحصلت مؤكد اتصالات بين النادي الاهلي وبين رمضان صبحي خلال الفتره الماضيه، والاهلي يسعى بقوه لشراء رمضان صبحي. حصلت ولا هتحصل؟ لا، حصلت طبعا، مؤكد يعني. لشراء رمضان صبحي. تمام. وليس لاستعاره رمضان صبحي، لان موضوع الاعاره خلاص عليه قبل كده. موضوع الاعاره ده انتهى خلاص تماما يعني. لان موضوع الاعاره مكلف، الاهلي خلاص انا ناوي يشتريه ويستثمره تاني بعد كده لو في استثمار. فالاتجاه ان الاهلي يشتري رمضان صبحي.
لكن هل الظروف تسمح الان بالتواصل؟ مين اللي بيملك نادي هازفيلد الانجليزي؟ هل الظروف تسمح الان بالتواصل مع النادي الانجليزي؟ اعتقد الظروف صعبه جدا يعني. وما اعتقدش ان حد يقدر يتكلم في الملف ده ولا حد يفتح الملف ده. فالامور مؤجله مع نادي لحين انتهاء الجائحة كورونا. لا رمضان مؤكد ان عنده رغبة ان هو يستمر في النادي الاهلي بشرط انهاء هذه الامور يعني ان شاء الله. فوانس ما انتهت هذه الامور بس اللاعب كان ليه بعض التصريحات قال لك انا عايز ارجع اوروبا، يعني انا هدفي او هدف من اهدافي ان انا اكمل مسيرتي في اوروبا. والله انا عندي معلومات ان هو عنده استعداد يستمر في النادي الاهلي. نفس المعلومات اللي عندي بصراحة. لا عنده استعداد يستمر في النادي الاهلي، وان كانت هناك مناوشات من بعض الاندية في مصر والله لاجراء اتصالات مع رمضان في هذه المرحله الحاليه لمحاوله الحصول على خدماته. لكن طموح اي لاعب مش عيب يعني، ممكن يكون لاعب نفسه ان هو يكمل في اوروبا، لكن لو الظروف ما سمحتش فهو حابب ان يبقى موجود في النادي الاهلي. ده توضيح يعني لازم نوضحه للناس. رمضان صبحي انا مؤيد ان اي لاعب مصري قوي يحترف بره ويعمل نتائج ويعمل تاريخ هيفيد نفسه ويفيد بلده بالاساس بالزبط يعني بالزبط. واخد بالك يفيد منتخب مصر زي ما شفنا في التجربه العظيمه للنجم محمد صلاح. وتريزيجيه ان شاء الله بيسير على نفس الخطى، واكثر من لاعب موجود بره بشكل جيد ومنظم. فرمضان راح التجربه يعني خلينا صراحة ان تجربه رمضان لم تكن ناجحه بالقدر الكافي، ولم يعني يكون لها المردود اللي يناسب قدرات وامكانيات رمضان الفنيه والبدنيه، ولم يحصل عليها. هم شايفين كده. فكان في مرحله صعبه جدا. فعندما يعني جاء الى النادي الاهلي، الاهلي اعاده الى الحياه مره اخرى، اعاده الى كره القدم مره اخرى ليصعد الى القمه والى الذروه. وشفنا ده معاه لما كان مع النادي الاهلي، وبعده مع المنتخب الاولمبي في كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت، واللي كان رمضان اللي هو السوبر ستار بتاع الفريق والكابتن بتاع الفريق. فالنادي الاهلي يعني قدر يعيد تلميع رمضان صبحي وقدر يرجعه للملاعب. فاللي حصل عليه رمضان من النادي الاهلي ما حصلش عليه في اوروبا طبعا. هناك في اضواء كتيره جدا، في نظام مختلف، في احتراف، في فلوس كتيره جدا، في حاجات كتيره جدا موجوده، جوانب كتير يعني جوانب كتيره جدا. لكن الجانب الاهم اللي هو قيمه رمضان صبحي الفنيه والكرويه والبدنيه، النادي الاهلي هو اللي اداها له، وهو اللي عادها له، وهو اللي رجعه تاني، وهو اللي عاد تلميعه مره تانيه يعني. فرمضان شايف نفسه ان لاعب. انا اقصد ايه يا استاذ اوسي؟ لو الفرصه ما سنحتش للاعب، ما سنحتش الفرصه ليه ان هو يرجع اوروبا في نادي جيد يقدر يشارك فيه بشكل اساسي كمدرب مقتنع بامكانياته، فهو اللاعب موجود في النادي. لا طبعا انت لو هتروح اوروبا تقعد على الدكه او في نادي مش هيقدر بشكل. طب ما انت في النادي الاهلي هنا موجود، يعني موجود في الاضواء وعلى مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى اوروبا برضه بتشاف ومعروف يعني. من خلال الاهلي ترجع، من خلال الاهلي متشاف وممكن ترجع لتاني، لما ترجع لك لفرصه ثانيه يعني. فوجوده في النادي الاهلي اهم من وجوده في فرصه ضعيفه في اوروبا باي شكل من الاشكال. الا اذا برضه عشان بنتكلم موضوعيه، الا اذا لو فرصه محترمه ليه ضامن فيها مشاركه. طبعا رغم المشاركه حتى الان لا توجد اي فرص من حد بيتكلم فيها يعني. البعض بيتكلم عن عروض ايطاليه، لا ما فيش عروض ايطاليه، عروض تركيه ما فيش، عروض تركيه. كويس ان هو ما جالوش عروض يعني عشان ما حدش يفهم. لا يعني ما فيش يعني ما فيش ليه، مش بقول لك ما يجيلوش عروض لقله في رمضان، ولكن لان الظرف صعب على كل الانديه يعني. مثلا في كلام هناك عن عروض ايطاليه، اذا كان ايطاليا نفسها يعني كل اللي بتحاول تعمله في الحياه ان هي ترجع النشاط في كره القدم مره اخرى يعني. فالكلام بعيد دلوقتي ومحدش بيتكلم، لان مفيش لاعب هيسيب نادي قبل شهر اغسطس يعني. فالمسافه لسه طويله يعني. يعني اتمنى ان انا شخصيا اتمنى ان رمضان يستمر في النادي الاهلي. اكيد اتمنى طبعا. لو كان عنده تجربه احتراف كبيره وعظيمه اقيم يا رب كل التوفيق، وهتحطه في منطقه بعيد عن المنطقه اللي هو فيها مع النادي الاهلي دلوقتي، مفيش مشكله خالص يعني، تبقى مفيده جدا يعني. فانا اتمنى ليه التوفيق وان شاء الله خير يعني. لكن لسه المرحله في يعني لم تحسم بشكل نهائي في هذا الامر، وزي ما قلت لك ان برضو في ناس بيحاولوا يتدخلوا في هذا الامر يعني. انديه مصريه